نرجع للاحتفال شويه. معانا واحد من المع المنتمين لنادي الزمالك، معانا الفنان العظيم مدحت صالح. مبروك. الف مبروك. وانا فرحان يعني فرحان بالرجاله اللي انت النهارده بتستضيفهم. وبسم الله ما شاء الله، عايز اقول لهم مبروك، فرحتونا. وعايز اقول لهم انسوا كل الزعل وانسوا كل المشاكل اللي حصلت، يعني الفرحه جنش قال ان كله تمام ومفيش مشاكل. والمفروض يبقى كده على طول، علشان انا محمود علاء قال نفس الحكايه، واوباما قال نفس الحكايه، بيطمنوك. الجيل يعني ده، الجيل ده رفع راسنا، والجيل ده جيل رجاله. وانا بالمناسبه بقى عايز اقول لك على حاجه يا استاذ شريف، يا ريت يعني من خلال في لاعب جميل جدا اسمه احمد ابو الفتوح. انا مش عارف ليه كل المعلقين عمالين يقولوا فتوح فتوح يا جماعه. انا افتكرتك داخل في حته تمام. يعني هي ليه كده صعيبه؟ هو سهل اسمه ابو الفتوح. ايه حرام يعني. ضم على الفيه، ضم على الفيه فتوح عشان بيفتح اللعب تقريبا. انه يقضي عمره كله يا عيني واسمه بيتقال غلط، هو فتوح. لا بس عايز اقول لكم، انتوا رفعتوا راسنا وانتوا في منتهى الجمال والرجوله. وانا كان نفسي اشوف يعني بقيه الرجاله، انا بحب ناس كتير يعني، بحب الفرقه كلها. يعني طارق حامد ده اللي يعني عندنا، بحس انه متربي معانا في شبرا كده، بحس انه راجل حامي خلاطه بالبلدي كده، راجل جميل. وكل الفرقه في الحقيقه هايلين هايلين هايلين. ومبروك، الف مبروك، وانسوا كل المشاكل يا شباب. ولو مشينا بالروح دي هنعوض هنعوض فرق الرقم اللي بيتعبنا، اللي كل حد يضايقنا. لو انت حسيت بطعم حقيقي للدوري ده السنه دي؟ طبعا، عشان ده ظروف استثنائيه بحته، يعني تعبوا وارهاق كتير، وبعدين في الاخر جينا ضغط ماتشات كتير ومحدش اتعرض للظروف برضو الاداريه كتير والازمات دي واستمروا كده. بصراحه برضو لازم هو ده معنى الرجوله اللي انا بقصدها، ان هم تحملوا كل الظروف الصعبه دي وركزوا في الملعب، وركزوا في تاريخ النادي، عايش معانا اسم النادي. عايش الزمالكاويه كلهم كده والله. سلام عليك يا فنان. بيقولوا لك يا استاذ مدحت انك عايش معانا. انا زملكاوي عتيق اصلي يعني. ويا رب يديكوا الصحه وتفرحونا وتعوضوا لنا الفرق الجامد البايخ ده اللي مضايقنا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يتعوض. ان شاء الله. اشكرك. ان شاء الله ان شاء الله. أنا كنت بقول في المقدمة إنه فكرة تشجيع الزمالك للناس اللي مش زملكاوية ما بيبقوش فاهمينها، صح الكلام ده ولا غلط؟ يعني المشجعين؟ يعني أنا كنت أحضر مناقشات ما بيني وما بين ناس قاعدين. لا أنا عندي، أنتوا متعكنين على طول، أنتوا عندكم رد تاني مختلف. لا عندي رأي متواضع عايز أقوله. أرجوك اتفضل يا أستاذ مرحب. يعني الإدارة كإدارة ما بتقدرش تتحرك غير من خلال حاجة اسمها الجمعية العمومية. أنا بقى كجمهور كده، كجمهور بحب نادي الزمالك وبنزل أهلل في الشارع وبقول أنا عايز أدخل النادي، وأنا جمهور عادي مش هيدخلني. فإحنا لازم نعرف حقوقنا وواجباتنا، إحنا حدودنا عند باب النادي نقف نشجع، لكن ما نبقاش زعلانين فنقتحم، ما نبقاش فرحانين فتبقى الفرحه اوفر ويبقى فيها اذى لحد في الزحمه. وفي نفس الوقت طلباتنا لازم تكون برقه وتكون بشياكه، ما تكونش بعنف وما تكونش بمفردات خارجه او الفاظ مش مقبوله، لان كل واحد في اللعيبه دول عنده بيت وعنده اسره وعنده اولاد، ولا يصح على الاطلاق ان حد يوجه اهانات تزعل او يعني خليك يعني خلي الجمهور نفسي نبقى في بنتكلم في اطار الملعب وفي اطار الماتش، وفي النهايه وفي الاول وفي الاخر الرياضه يعني اخلاق اخلاق اخلاق، يعني تتحط تحتيها 100 خط. فنفسي الجمهور يستوعب فكره المبدا من الرياضه والهدف منها هو حسن الاخلاق. كلامك. فاحنا لما حد يغلبنا ولعب احسن مننا نزعل ليه ونخرج نشتمه ليه؟ ولما احنا نكسب حد ونبقى احسن منه حتى لو كنا كويسين واتغلبنا، مفيش داعي لاي حد يخرج بألفاظ. كلامك جاي في وقت مهم جدا طبعا، لانه مساله التهاب الاعصاب والتطرف الرهيبه اللي موجوده اليومين دول صعبه. يعني
بالظبط، واحنا يعني على شفا حفره، احنا خلاص كنا قلنا ارتحنا. وبعدين شفنا فتره من الفترات جمهور العائلات لما ابتدى يدخل المدرجات، صحيح. كان شيء رائع وشيء مشرف، وده الجمهور اللي فعلا نفسه يروح، زي ما بيروح يحضر المسرح، زي ما بيروح يحضر السينما، بيروح عايز يحضر ماتش ويبقى ويفسحوا ولادهم وينبسطوا ويشموا هواء نظيف، اتفرجوا على 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 ملعب جميل، على لعيبه محبوبين، كل الحاجات دي جميله مطلوبه. الجمهور اللي هيدخل وفي نيته انه يقلع التيشيرت ويدي ظهره للملعب ويهلل ويعمل دوشه، ده ملوش مكان المفروض. طب دلوقتي الزمالك فرحك كمشجع عتيد زي ما حضرتك بتقول يا استاذ مدحت. أيوة. والاستاذ مدحت صالح يعني ايه اسم عالم لا يعرف في الفن المصري وفي الغناء المصري، ما فكرتش انت بقى تبسطهم باغنيه تخصهم؟ والله عملت اغنيه واتشالت لان كنا مستنيين بطوله. اهي جات البطوله. اهي صح. ما هي موجوده، بس هي موجوده عندكم على فكره، يعني لو رجعت للاداره هي عندكم هنعملها. طب قول لنا، قول لنا جزء منها. لا والله 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 لو يعني افهم ان انا لما اسال اوباما ما يغني يقول لي ما بغنيش، افهم. والله والله بس الاستاذ مدحت صالح عامل اغنيه جاهزه لنادي الزمالك. نعم، ده انا غنيتها من سنتين يا استاذ شريف وانا نسيت خلاص، كانت متحضره الحاجه. ولا مطلعها حتى بمناسبه الدوري ال 13. وحياه ولادي لو فاكر، ما ادخل عليك وحياه ولادي صادق، لكن هي موجوده عندهم من سنتين. ده انا اللي بطاردهم، بقول لهم الاغنيه ما يعني ما عادها دلوقتي، لكن يبدو خلاص احنا ندور عليها ونزعها ان شاء الله. ان شاء الله. وانا سعيد جدا جدا لسعادتك، وسعيد جدا جدا ان حضرتك كنت موجود معانا. ربنا يخليك يا استاذ شريف، وتحيه للرجاله اللي عندك. ربنا.